ازيك يا عيسى؟ خير يا شيخ العرب، طول ما انت بخير. لم يخفاك يا عيسى ان احنا اللي قطعنا راس خازن والد سليم والبركه فيك، فاكر؟ ايوه يا ابوي فاكر، ودي حاجه تتنسي؟ ولينا عندك طلب. تحت امرك يا شيخ العرب. الامر لله. اقعد يا عيسى. يا عيسى انت ولد عمي وسري، ودلوقتي انا عاوزك في مشوار. انا مشوار تاني؟ عندك منع؟ لا، انا تحت امرك يا شيخ العرب. هتروح انت وبولس بالمراكب لحد المحروسة مصر. هشيعك تستلف فلوس 2000 دهب. 2000 دهب؟ تستلف وترهن. ارهنيه واستلف من مين؟ او كده جدع يا عيسى، انت كده هواري صح. اقعد. اقول لك يا ابو العم، هتستلف اللي هترهن ليه الارض ابراهيم بيه كدخله. ارضه جار ارضنا، هو اولى بالشفعه زي ما انت اولى بالمشوار. ربنا يبارك فيك يا شيخ العرب، دي سيجه كبيره. الواحد لو محط سيجته في ولد عمه يحطها في مين يا شيخ اسماعيل؟ ما تحضرنا. احنا كلنا اخواتك وعيالك وخدامينك كمان يا شيخ العرب. العفو يا شيخ اسماعيل. بص يا عيسى، على علمي ان ارض برديس التزامها على اسمك صح؟ ايوه على اسمك. مالها؟ ما هي دي اللي هنرهنها. برديس؟ انت مش في حجر ذهب سلف يا شيخ العرب، وخير ربنا كتير. خير ربنا كتير صح، الحمد لله. بس برضو عاوزين سند عشان الصندوق بتاع تصريف الايام والليالي، والفيضان لو جه زايد السنه دي ما نضمنوش نوفه، وحاجات كتيره في قلب انا اسبابها. بس المهم هتقول لابراهيم بيه ان احنا السلف دي تحت العجز لو ما وفيناش بالالتزام. اللي تشوفه. وهتاخد في يدك بولس، وبولس هياخد في يده الختم والدفتر. سامع يا بولس؟ سامع يا شيخ العرب. وايه لازمتي ما دام بولس في يده كل حاجه؟ لازمتك كبيره يا عيسى، انت صاحب الارض اللي هنرهنها. تاني حاجه، انت والد عمي ومثالي واللي هتتحدد بدالي. فهمت يا عيسى؟ فهمت يا اسماعيل. الجواب المكفول ده هتوديه للشيخ الحفني، شيخ الازهر. حاضر. توديه كيف؟ هوديه له في يده. كيف؟ اقول لك، الاول هتروح تشتري لي هريسه. كمان احب الهريسه قوي يا اسماعيل. ايوه ايوه ايوه. هريسه؟ ايوه هريسه. وتقول لي بياع الهريسه خديها عندك لغايه ما ترجع لك. وتروح تصلي العصر في الازهر ورا الشيخ الحفني. تدخل من باب المغاربه زيك زي كل الناس اللي داخلين يصلوا، مش داخل تقابل حد. وبعد الصلاه هتسلم على الشيخ الحفني والجواب متطبق في يدك، وما تستنظرش الرد. ترجع بالليل لبيع الهريسه. تاني يوم قبل ما تركب المركب تروح تصلي الظهر ورا الشيخ الحفني اول صف، وبعد الصلاه هتسلم عليه هتلاقي الرد متطبق في يدك. حاضر. لغايه تعرف ايه اللي في الجواب؟ لا، وانا مالي يا ابو. زين، يلا اتكل على الله وروح جهز حالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانت يا بولس يلا جهز حالك ودفترك، وخد الخدمه اهو عشان تختم الرحم. جهزي لي حالي يا رب. حالك؟ حالك اللي هو ايه؟ كفني يا بنت عمي، كفني. كفنك؟ كفنك ده كفلنا الشهر. ما فهمش، عامل زي الحي، تعبان عمال يلف حواليه من كل ناحيه، لا راضي يبخ سمه ولا راضي يسيبني في حالي. هبوس منك ايه تاني؟ مش خد كل حاجه خلاص؟ كرهني ماشي، بيشيعني ليه؟ بيرهن ارض انا بالذات ليه؟ كله لا، هو انت عبد؟ قول له وراي مشاكل. لو كنت حر كنت قلت له لا، لكن انت مقيدني بقيد حديد لافف حوالين رقبتي زي المديون. مديون له بايه؟ كسرت عيني يا رب. سيبيني وحدي وخش جوه. كان عيني مطروفه.
كل ما اشوفه تهطل. دلوقتي انا محتار يا شيخ همام. ربنا ما يحيرش مؤمن يا اسماعيل. طب جاوبني، ليه وكيف؟ ليه عشان عيسي وكيف وانا مش مطمن له؟ ايوه فهمهاني دي. بص يا اسماعيل، لو شيعت عيسى 100 مره هيعمل اللي انا عاوزه، ما هيخالفنيش. يبقى رضيت عنه؟ عمري ما ارضى عنه. طب كيف؟ كل واحد منا عامل زي السكين الحامي، طول ما انت عينيك مرفوعه لفوق سكينك حامي، اول ما تغدر ولا تخون تتلى تبقى من غير سن، ساعدها بس تقدر تشيعها اي مطرح انت عاوزه قدام الناس. اسمها سكين، محدش عارف انها تعلم الا صاحبها. ساعات احس اني ما قادرش افهمك. عيسى دي قربت ميه مخرومه، تقدر تحط فيها اللي انت عاوزه، عمرها ما هتشيل ميه، ولا عمر الناس ما هيشوفوا ايه اللي جواها. كسرة عينه قبالي هتخليه يعمل كل اللي انا عاوزه. يا ابوي كده الواحد هيخاف منك. اوعى يا اسماعيل، حد يخاف من نفسه؟ ده لو خفت مني ابقى انا وقعت. يا مرحبا يا مرحبا. اتفضل يا شيخ العرب. شكرين. عندك عشاء؟ خير ربنا كتير الحمد لله. عند الجيران كتير عندهم عشاء زيك؟ ما دام انا عندي يا شيخ العرب يبقى هم كمان عندهم. اصيل. طب دلوقتي انا عندي العشاء بس ما عنديش اجره الزرعه الجايه، ينفع ناجلوها؟ ينفع، نكرم الكريم يا هواري. وده عشمنا فيك يا شيخ العرب. اتفضلوا العشاء. شكرين. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هحتاج ختم منك ولا بكفايه الكلمه؟ لا كفايه الكلمه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وشك بعد موت الشيخ يوسف بقيت ساعات ما عرفوش. حتى لو كنت كبير يا اسماعيل، موت الأب وحسرة لما تكون راكن ظهرك للطل. يا حبيبي ما انت دلوك الحيطة بتاعتنا. اديك قلتها، الكل سند عليك دلوك، يعني لو حد سند عليك يفضل وشك زي ما هو. وايه حكاية السلف دي؟ مش في ناس غلابة تقطعت روسها واتاخدت أراضيها كله بتمنه؟ واحنا مالنا؟ ده موال بعيد وفض. اسمعني زين يا اسماعيل، افتكر هالكلمة دي زين، اللي ملهوش يبقى عليه، اللي ملوش عليه يا اسماعيل. برضو ليه السلف؟ تعويض اللي اتنهبوا. والرهن؟ لو يعرف اسمه التاني جد يبقى ياجي ياخذ أرضه. واحنا نجروا الأسب من نابه لحد عندنا ليه؟ هو كده كده ما يسيبكش يا اسماعيل، لو ما كانش النهارده يبقى بكره. هو دلوقتي ظهره ليك، شده من ديله يتعدلك. وجوابك للشيخ الحفني؟ اسلم عليه، مش انا درست عنده 3 سنين في الازهر. براحتك يا ابو العم.